ربنا يسترها عليك ولا ترجع لنا بالسلامة. ايه هو في سلامة بيجي من وراها الشر يا جد الله؟ ولا سعيد؟ نعم يابا. نعم يابا. يا دي خشني كده وعرض صوته، افرد طولك. انا عايزك جدع، عايزك البرنج على العيال اللي في الحارة كلها، عايزك تبقى احسن من محمد علي كلايف. بلعب جودو يابا مش ملاكمة. كلها عافية، كلها عافية. اسمع سيد، انا لو غبت وما رجعتش تخلي بالك من امك ومن اخواتك. انت رايح فين يابا؟ سلام عليكم. ايه رأيك؟ انت بتعود تقضي معايا الليل بطول، مالك متسربع كده؟ ايه ما بقتش عاجب ولا ايه؟ عيب لما تقولي على روحك كده. ده انت برنسيسة. ما انت مش مقدر اهو. معلش اصلي مش خلصان الليلة، محتاج اللي باقي من عافيتي يا يونيا. يا لهوي، وكمان شايل مسدس؟ انت ناوي على ايه يا فود؟ خليكي في حالك يا يونيا. ها ده صلاح حبيبي، قول عايز ايه؟ قول صحيح، هو انا هتجوز على امي. اقول لك ايه، شوفي صلاح، امك تعبانه. امي غلبانه وما تستاهلش اللي انت بتعمله فيه ده كله. يا ابني مش كفايه ان الزوجه تبقى غلبانه، الست كمان لازم تبقى. اقول لك ايه، يلا روح شقر على امك وشوفها لو تكون عايزه حاجه. يلا يا سلطان، انت لسه قاعد؟ بقول لك يا جد الله، ما تسيبني انا، وانا مستعد اجيب المصحف احطه على عينيا واحلف لك اني مش هفتح بوقي باي كلمه. اسمع سلطان، رجليك قبل رجلينا، خلاص مات الكلام. مؤاخذه يا رجاله، اتاخرت عليكم. انت طول عمرك كده مزاجك مأخرك. يلا بينا. يلا سلطان. يلا ايه، اوعى ده. يلا. طيب يا اخي روح. اوعى ايدك. اللي اوعى ايدك دي، ما تزقش ايده. اوعى ايدك، ما تزقش ايده. على كرفي. يلا اوعى ايدك، انت عايز مش ايدك. اوعى ايدك. صلاح 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 يا جدع. انا قلت الفلوس راحت. فلوس كده صلاح؟ يعني خايف على الفلوس ومش خايف على اخوك؟ مش القصد يا صاحبي، بس انت عارف الظروف. صح كده، بس بقول لك ايه، شفت الواد عامل زي الحيوان؟ مش قوي كده، مش قوي كده. شو يا عم، شو انت مجنون ولا جنات؟ مش في حدا بيقدر على بخارست؟ يا ابو ريك، ابو السيد، ربنا يعني سعيد بسعيده. انا هروح اشوف المصلحه. ماشي، بس بقول لك ايه، في الهادي ومش عايزين مشاكل يا صلاح. عيب عليك يا سيد. سلام. مش معاك؟ عيب عليك انت كمان، ما تقول له حاجه يا سيد. ما تقلقش، البلد دي كلها ده عطف عندنا. كتير يلا، خلي بالك، ربنا يستر، شايلك للتقيله. رقبتي يا ابو خرست. مالي وانا مالي وانا مالي من الاحزان، انا مالي وانا مالي وانا مالي.
بنتي يا نصرة يا رايقة، والنبي ده الأكل هيطلع عسل. تلاقي البت ميسة ما حطتش فركة النعناع، والخلطة هتطلع صايصة. لا والنبي ظلمتك يا ميسة، حطت الخلطة. صباح الخير يا نصرة. صباح الفل يا روح نصرة. الله، انت عاملة محشي النهاردة؟ لا ده بتاع بكرة يا أخوي، لكن عاملة لك النهاردة طبق فتة هتاكل صوابعك ورا يا واد. يا واد ما تاكلش الزفت، امشي امشي روح اقعد في اوضتك. يلا لما اخلص اكل هندهلك. وقدر روحي لي يا اختي بالاونطه واجيبه لنفسي، وانا ناقصني حاجه. سيد اخويا ربنا كرمه، بيبعت لي كل شويه قرشين. ربنا يسعدك يا سيد يا رب. ما نفسكش في راجل عايزه تعيشي كده بعلودك؟ وهو الراجل يا اختي هيعمل لي ايه؟ يا بنتي يا خايبه، مين اللي قال الست ما تعيش من غير راجل؟ الست ما تعيش من غير ونسه، وطول ما البيت مفتوح وعيال جد الله بيرعوا فيه الونسه ممدوده. تبقى مصيبه لو اخوك بيفكر زيك كده. جرى يا بنتي قللت الاصل، انت مفكره ان سيد مش ليكي ولا ايه؟ والنعمه لو لغيري لاستريح، انما هو عارف ان انا قاعده وصابره، وهو عمال يدوس عليا بالقوي. ماشي يا سيد. انا نازله يا نصر، عايزه حاجه. خدي يا بنت تعالي هنا. اي بنت اللي انت عامله في نفسك ده؟ المحزق والملزق والملون، وايه اللي انت مركبه في عينيكي دي؟ رموش دي يا اختي ولا تينا؟ جرأة ايه نصرة؟ في ايه؟ في ايه اللي في ايه؟ هتنزلي ازاي الحارة كده؟ استري نفسك. هلبس ده؟ هلبسه. وبعدين انت مش معادك الساعة 4؟ ما انا عادي، انا رحاب الاول بعدين اروح الجامعة. طب يا اختي قولي لها ما تعوقش، تخلص اللي في ايدها وتيجي على طول. ولمي لي مهرجان المزبلين اللي انت عاملاه في شعرك ده، ابي فكيه في الجامعة يا اختي. ماشي حاضر. اختي هي فرقت هنا من الجامعة؟ اه يا اختي فرقت، الناس تاكل وشنا. طب بقول لك يا نصر، ما تغني كده؟ ما تبس بقى. الله. فرنش ولا الوان المره دي يا مدام؟ لا الوان بقى يا رحال، عملنا فرنش كتير قوي الفتره اللي فاتت عشان خاطر التصوير. بس كان حته دور، انا بصراحه ما صدقتش ان حضرتك عملتي دور سعديه وبتتكلمي زيهم بالظبط. دور جامد جامد يعني، جايزه باذن الله. ثانك يو يا رحال. ويا ترى بقى اتفرجتي على الحلقات كلها؟ اه طبعا، وبعيده دلوقتي كمان على اليوتيوب. ياه ده انتي مهتميه قوي بقى. اصل انا خريجه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون، وبعشق الاعمال الدراميه، وطبعا مدام بيري سيف يعني مش هتطلع في اي اعمال وخلاص. خريجه اعلام وبتشتغلي هنا؟ اه هنا كويس يا مدام، هنا كويس. ومن ناحيه يعني انا لسه ما لقيتش فرصه بشهادتي، ومن ناحيه تانيه أنا بعشق الكارير ده، يعني بلاقي متعة في شغلي مع الزباين الأمارات اللي زي حضرتك. حضرتك بس نجمتنا القمر عندنا، معقول؟ أخبارك إيه؟ تمام يا روحي، أنتِ إيه الأخبار؟ تمام، أنتِ كويسة؟ الحمد لله. أوكي، خلصتي مع رحاب بقى وتعالي نشرب قهوة في مكتبي، أوكي؟ أكيد هعمل كده. أوكي. بعد إذن حضرتك ثانية واحدة. أوكي. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ في حاجة حصلت؟ أختك كويسة؟ احمد جراله حاجه؟ مالك يا رحاب في ايه؟ ما انا لسه سايباكي في البيت ونازله. جايه ليه؟ جايه زي اي زبونه عادي. ايه ما شبهش؟ بطلي هزارك ده بقى وتفضلي امشي من هنا، ما تجيبيليش الكلام. ماشي مش هجيب لك الكلام، بس هاتي علبه الميك اب اللي طلبتها منك. يا بنتي الحاجات دي غاليه قوي، ما ينفعش. غاليه عليك انت مش عليا انا، وانا كده كده هديكي تمنها اصلا. خدي بس دي اخر مره اشوفك هنا، فاهمه ولا لا؟ والا ورحمه ابويا لا اقول لاختك نصر. هاجي تاني ومش هتقولي لنصر. ماشي باي باي. اوكي هستناكي بقى. ها اكيد هجيلك. اوكي تشربي ايه حضرتك؟ لا ولا حاجه، بس بالراحه عليا شويه يا رحمة. حاضر. ادي جيب له المايه دي، عايز حد ينظف هنا. ايه على الفل؟ ازيك؟ يلا يلا. ايه الاخبار؟
ازيك يا ام ايمن؟ ازيك يا حبيبي؟ بيسالي جايالكو. يا نهار ازرق، معقوله؟ ايه ده؟ بنفسك يا ست الناس؟ طب كنت قلت لي كنت طلعت خدتهم انا ولا بعت لك اي حاجه؟ مش هتفرق، وانت عارف ان بيت جد الله ما بيدخلوش غريب. لا 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 الله. طب ليه الوش الخشم ده يا اسطى نسرة؟ غريب الا الشيطان. وبعدين احنا ولاد حته واحده، السؤال واجب. يعني بالمره تكونوا محتاجين حاجه، عايزين اي طلب، مش كده ولا ايه؟ ايه يا حماد؟ حسابي ولا معلمك مش عامل حساب؟ لا عامل حسابه، ولو مش عامل حسابه عليا الطلاق ادفعه من جيبي. وانا صغير ولا ايه؟ ده انا حماده الطيب اللي هنا من زمان، وشايل جوايا وساكت. بصير اللي ما يعرفنيش يعرفني. وانا يا اخويا مش تلميذه في الدبلوم ولا راميه ودني للقهات والصعبانيات، والحته دي اعرف رجالتها دكر دكر، ولا مؤاخذه عيل عيل. وبعدين ايه يا اخويا زمان ده؟ ما انت لو اديتيني سكه اقول لك. سكتك مسدوده يا حبيبي. هات الحساب يالا. حاجتك تمام، فلوسك فين؟ جاي على الطريق. يعني ايه جاي على الطريق؟ يعني جاي على الطريق. مفيش حاجة. يا ولاد الكلب. اوعى يا اوعى اوعى يا اوعى يا سيد. شنطة الفلوس. انت فين الفلوس؟ الفلوس معايا يا خواجه. شو المجرى اللي صارت؟ ولا مصيبة هي؟ رح تودينا باخر معمر ربنا. يعني ايه؟ هات من الاخر. رجع البلدك والحواري اللي جيتوا منها انت وصاحبك. قبل ما تصحى وتلاقي نفسك بالتابوت تحت الارض وجنبك. ماشي رجعنا، بس العملية كانت على اسمك وحمايتي انا وصلاح واجب عليك. مثل ما كسرت جبرة يا ابو خريف. وحقي
النصيحة اللي قلت لك إياها هي الثمن، نفذها وهيك بيبقى حقك وصل لك وزيادة. أمين. الولع ساعت على الحجر يا كبير. يا الساعة تيجي كام دلوقتي ياك؟ عدت واحدة وانت مقع عينيك في الجرنان ده. قول لك يا لحوكة، قول لها ده مش الواد معوض اخو فودة؟ اه هو بالون الصايم مع الجدع ده مش فاهم بيهزوا في ايه. جرى يا راجل، ما تأثر كده وبلاش هزيان على الصبح. انا بصراحة كده انا خايف من اخوك الكبير يعرف اي حاجة عن الحكاية دي، وانا بصراحة كده انا مش قد المعلم فودة ده، هو لو عد عليا كده هيفرم امي. طب يابا مد ايدك خد مصلحتك بدل ما لسانك يزعلك. يا لحوكة. ايوه يا معلم. اكنس. ماشي. كويس الفلوس تبقى عندي قبل المغرب. فاهمني يابا؟ يا فلوسي ما تباتش بره. طب يا سلطان، في ايه؟ سلطان. حاف كده معود. لا بالشوربة. بالشوربة دي هناك عندكم في المصمت. بس انا مضطر افوتها لك عشان انت حبيبي. واخو حبيبي برضه. على حوكه حسابك ياه. عيب، ما يصحش يا معلم معوض. لا يصح يا معلم سلطان، وبعدين ابعد عن سكه السعاده يا سلطان الحبيب. الله، ده انت مصر تحاسب بقى. هو من امتى ما حاسبتش انا؟ خلاص، ما دام مصر بقى يبقى تحاسب على كله. حوكه ليسو. نهدى يومين يا سيد ونشوف الدنيا يحصل فيها ايه. مفيش يا صلاح، الليله هنا برشمت على الاخر. يعني ايه؟ يعني هنلم حاجتنا ونمشي، واللي ملوش لازمه هنسيبه هنا. انت بتتكلم جد يا سيد؟ يا جدع ده احنا من ساعه ما سيبنا بوخارست واحنا عمالين ننط من بلد لبلد، ما صدقنا تزهزه معانا هنا، هنسيبها ونمشي؟ هو احنا ايه يا اخي؟ فق. خلاص بقى مفيش وقت للكلام ده يا صلاح. يا عم شويه عيال وعلمنا عليهم، حصل ايه؟ والعيال دي تخص مين؟ مالناش فيه. لا لينا، واللي يخصه مش هيسيبنا في حالنا. طب والخواجه؟ مش كل ده عشانه؟ يا ابني الخواجه عايز شغل نظيف. يا عم امسحها فينا وهو كله بيعلم على بعضه. خلاص بقى صلاح، الخواجه بعنا، الخواجه بعنا. رخص يا ابني. بس كده سعاده الباشا، اتفضل. سليمه ومترخصه وزي الفل لسنه قدام وسنتين ورا. ايه السكر والعسل ده؟ اركن يا ونزل. وانت مش مهندس، انزل وهات لي بطاطك في ايدك. يلا يا. طب انا مالي يا باشا، انا ما هزرتش وما فتحتش بق يعني. انت مش راكب مع الاستاذ محمد نجم تبقى تنزل. يلا يا باشا. والله العظيم ما عملتش حاجه وبطاطا اهي. تعالالي. ما عملتش حاجه انت يا باشا. والله ما عايش حاجه، ما عايش غير ورقي وفلوسي بس يا باشا. لا ما احنا هنشوف اهو. ايه ده؟ انا لقيت ورقه اهي. دي ايه دي بقى؟ بطاقه التجنيد ولا كارنيه النادي؟ في عرضك يا باشا، انا ابن ناس ما تسلمنيش، وبعدين دي مش بتاعتي، بتاعت واحد صاحبي وانا بقضي له مصلحه. صدق قلت كده، هم اصحاب السوق. تعبيت يا ابني. لا تعال نروح للضابط اللي قاعد هناك ده بقى. بص مش هيسيبك. بص الحته محمله ازاي. دي قضيه تخينه وبصراحه هو هيفرح. تعال نروح. لا لا قضيه ايه يا باشا، انا مهندس والله، ودي اول مره. اول مره؟ اه والله العظيم. يبقى خلاص تعدي. ربنا يخليك يا باشا. لا ما هيخليني، بس حق الحكومه وحق مصر. ما انت تؤمر يا باشا، تؤمر. هو يا باشا والله العظيم ده كل اللي معايا. لا خلي الفلوس روح بيها، انما الموبايل ده مش فاهم. موبايل ماله؟ اصل الموبايل ده طالع مأموريه. مبروك عليك بقى، تشتري موبايل تاني بقى جديد، عده نظيفه يعني. ها؟ ايه اللي جابك اخويا؟ فوق. طيب نورت يا معلم فوده. كانش صح اللي عملته يا سلطان. كان يصح ان اخوك يناول وسخته في مطرحي. تنسيت انا مين؟ تعرف كويس اني ما بنساش. كنت فاكرك هتقدرني اكتر من كده. الا الحرام يا فوده، الا الحرام. انا لو ما بقدركش كنت تلفت لك امله، وانت عارف سلطان ما عندوش عزيز. عارف. سيبني بقى شوية مع أخويا، طيب خاطره بكلمتين بعد اللي عملته. شيلش هم أخويا وحياتك، لن تقضاها على دماغه ونفضل بقيت جيتته في الحتة كلها. إيه يا معلم؟ ده أنا أخوك برضه يا معلم. المصيبة إنك أخويا، بس لما ما تقدرش تمشي تحت ظل فوضى الأسمر زي ما هو عاوز، شطنك يوزك على السكة الشمال يا ابن الكلب، يبقى ورحمة أمي وأمك. يا
خليك تعفر سحنتك الوسخه في تراب جزمتي لحد ما تحجب عمرك على الاسم اللي جمعني بكلب زيك. خلاص يا معلم فوده، مش وقته. خد اخوك وحاسبه بعض في مطرحك، مش هنا. حقك وصل لك يا سلطان. لا ماليش عندك، لا، ولو ليا كنت خدته بدراعي، ما كنتش بعت لك اللي انت عملته. الواجب، الواجب مردود يا سلطان. الشاي يا آية. خليه عندك. احكي لي بس الاول، بلي دي دفعت كام؟ دفعت؟ اسكتي، انا لو في جيبي 8 3 4 زيارات من اللي بتجيهم عندنا دول كان زماني عملت سنتر اشد من بتاع المدام. اه والله يخرب بيت الفقر اللي انت فيه. هو انت فاكره يعني ال 4000 ولا 5000 دول يعملوا حاجه؟ دول يا دوبك يجيبوا عشوه مع شباب كلاس كده، مش احلامك لنص عمر دي. طب يا اختي ما تعزمينا على العشوه الحلوه دي يا روح اختي. يا نصرة في ايه بس؟ ما احنا بنلغي في كلمتين، ايه المشكله يعني؟ وبعدين انت خلاص شايفاه واقف لي على الناصيه. على الناصيه؟ جرايه بيت. صلي على النبي يا نصرة، صلي على النبي، خليه في رجلك. انا عارفه مش هيلبس في حد غير انا عارفه. انا حيلت هديته للنهار. اهدي معلش، خليها تغور. وتعالي انت يا اختي اعملي شعر. حاضر، من عينيا الاثنين. ولا اقول لك بناقص انت كمان، دي بقت عيشه قصير العمر. ايه ده، في ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا ربي. مالكوا؟ أصلي ياض صح؟ أصلي يخصني، هنقسم قسمة الحق. امسك. إيه ده يا عم بلبل دي؟ ما تجازيش الحتة دي، هتكفي إيه ولا إيه؟ وأنا ياض بقول لك سدد بيها ديونك، جرايا مصعب، ما هو عدلك كده، أنت هتعمل فيها قلب الليل ولا إيه؟ ده أنت يا دوبك يعني وصلت الواد وحتى ما هنش عليك تتصل بيا، رنيت لي بس يا معفن. وأنت عملت إيه يا عم بلبل؟ دول هما كلمتين وراح الواد راح هر على نفسه ونفضته في كل حاجة. تروح وانت هبر الهبره الكبيره وتدينا انا النسيره دي؟ تساوي نفسك بالحكومه يا جعير انت، ومقف ياد انت بقى من حديد. يا ده انت ولا ليك اي لازمه، تغور يجي مية غيرك. ماشي ماشي يا عم بلبل، وحلال عليك العده الصحية دي. وانت مساء الخير يا بلبل. كده برضه يا ستهم ينفع كده؟ ايه ترجع 10 مساء، فين 4 و5 صباحا، زمن الانحراف الجميل. يخيبك يا بلبل. اقعدي ريحي الغالية. لا اصل القعدة هنا تخنق، وبعدين انا خرمانة عايزة اروح اعمل لي حجر. طيب امسكي دي ظبطيها على نار هادية، هجيب لقمة واطلع لك على طول. مستنياك يا بلبل. حمامة. عن اذنك يا معلم. تولعي بجوز وسخ. عارفة سلطان، مش انا امين في المباحث اهو، بس مش قادر اعرف انت قارش ملحة الولية دي ليه؟ ده تستعبط يا بلبل، دي من قديمه. طيب ما دام هي من قديمه ما تماين كده معاه. انت مسطل يا جدع انت ولا ايه؟ اماين مع مين؟ دي ولية شمال من الجسال البيت اللي حلت بسكنتها الهباب دي. اوعى شيخ مشايخ الطريقة، فجأة كده بقيت عم الولي؟ صحيح، حرى ناقصة، اللي يقدر ما يعفيش. سلام. سلام اخويا، اللي يقدر ما يعفيش. اهلا. السلام عليكم يا دكتور. عايزه ايه دلوقتي؟ الله، الدكتور كان كاتبني على حقنه فيتامين بي، كنت عايزه اخدها. ودي وريد ولا عضل؟ لا عضل طبعا. لا انا بطلت ادي عضل، بس انا تعبانه قوي يا دكتور. يا ستي انا كمان تعبان. روحي يلا لسمير، في واحده هناك بتدي عضل. يلا. Thank you.
النور بعينه قطع في الحته كلها. يا رحاب يا آية، ما تجيبوا شمع ولا تولعوا اللمض اللي عندكم دي اللي انتوا اشتريتوها. رحاب. ايوه يا نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بنت يا آية. ما قلنا ايوه. سيد ازيك يا نصر؟ وحشتني يا زيد. سيد يا حبيبي. يا حوبة. حبيبي يا اخويا. تعالي حبيبي. وشك حلو النور جاي. وحشتني وحشتني يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي الحمد لله على السلامه. اهلا يا بنت وكبرت. اخس عليك، مش كنت قلت لنا كنا طلعنا لك المطار ولا عملنا لك حاجه في البيت؟ ليه يا نصر وانا غريب ولا ايه؟ الواد احمد فين؟ وحشني قوي. لحد دلوقتي ليه؟ اصل وردية بالليل يا حبيبي بيذاكر هناك. اصل في اخر سنه. مذاكره ايه؟ ده العيال هناك 10 سنين مولعينها. اوعى انت بس يكون منيمك مولعه هو كمان. لا يا اخويا ده مقدم. ما انا عارف طول عمري. الجوز دول عاملين ايه؟ زي الفل ماشيين على الصراط المستقيم. على حطيت ايدك يا اخويا. او غلاوتك يا سيد. والله يا اخويا. بس ده ما يمنعش برضه انهم عايزين ابو توكا. يا سلام بس كده بتعانوا. يا حبيبي يا اخويا وحشتوني يا ولد الكلب. عليه توكلت وبارك العرش العظيم. مين؟ مين ايه؟ انا ابنك يا وليه. ولفتيني يا ام صلاح. صلاح يا حبيبي. خليك يا حبيبي. يا حبيبي يا ابني وحشتني يا حبيبي. وحشتني. وحشتني قوي يا ام. عامله ايه يا ست الناس؟ كل ده يا ضنايا اقصى عليك اهون عليك ده كله يا ابن الكلب. في دي عندك حق، ابن كلب ورمه كمان. بس وغلاوتك ياما، انت ما تعرفيش الحضن ده كان وحشني قد ايه. والله يا ابني عفيت الدنيا كلها ردت فيها دلوقتي لما شفتك يا حبيبي. ايه يا ام صلاح؟ المطرح مالهم دهول كده ليه؟ والله يا ابني لو عارف انك جاي كنت قلبت فله. يا ولية تقلبي ايه وانت فيكي حيل؟ هو مش بسلامته عمل فيها سبع رجاله وفتل شنباته وقال لك هجيب لك واحده تخدمك وترعاكي؟ يا ابني ما تظلمش ابوك، انا اللي قلت له لا. انا ما بحبش يعني ريح غريب جنبي. الله، امال انت مين اللي بيخدمك؟ مين اللي بيرعاكي؟ كتر خيرها وربنا يسترها يونيا. هي بتشقر عليا من وقت للتاني وبامانه الله مش مخلياني محتاجه حاجه خالص. على اخر الزمن الغريب بقى هو اللي بيخدمك ياما. معلش ابنك رجع ومش ماشي تاني. والله العظيم لا اقعد تحت رجلك وما خليكي محتاجه حاجه ابدا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وحشتني وحشتني يا حبيبي. وحشتني يا دنا. وحشتني قوي. وحشتني قوي. ويا ترى بقى اجازه صغيره زي كل مره وماشي على طول يا سيد؟ والله يا حبه شكلها كده هتطول المره دي شويه. بجد؟ او النبي يا اخويا خليك بقى معانا. سيد هو في حاجه حصلت؟ ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه. كل حكايه ان انا زهقت وعايز اركز واحط شويه. كلمة أبوك الله يرحمه. الله يرحمه. طالما جت السيرة بقى على دخلة سيد أهو، بقالي أكتر من شهر بتحايل عليهم نروح نزور أبوكوا ومفيش فايدة، محدش راضي يكبر بخاطري. بس يا بنت أخوكي لسه جاي من السفر. سيبيها يا نصرة، معلش. أنا كمان أبوكوا جاي على دماغي بقاله شوية حلوين. ربنا يخليك ليا يا سيد، والله حلمت بيه مرتين الأسبوع اللي فات. عايزة أقرأ له الفاتحة كده وأختم له بعدية ياسين تحنن عليه تربته، أصل وحشني أوي يا سيد. الله يرحمه. طب يا ستي ما تزعليش، هتروحي تزور ابوكي وهتقري له الفاتحه ونوزع له رحمه نور كمان.
ساعات من غير سبب تمسك تراب تمسك تراب يبقى ذهب وساعات تعلمك الأدب وانا اللي على الدين انكتب اغلب لحد ما يوم انغلب وده ليه سبب في الرجوان